السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن
وعباد الرحمن. والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها والذين وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا
وقال الصواب لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الأحد وفمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.